السلام عليكم. معجزة الرسول التي أثبتها بعد أن أنفقوا 100 مليار دولار، هل تعلم ما هي؟ سنتعرف عليها الآن سويا، ولكن فضلا وليس أمرا ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. فيما يلي قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إن كفار مكة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، ووعدوا بالإيمان إن فعل ذلك. وكانت ليلة بدر، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما طلبوه، فإن شق القمر نصف على جبل الصفا والنصف الآخر على جبل قعيقعان المقابل له، حتى رأوا جبل حراء بينهما. فقالوا الكفار: سحرنا محمد. ثم قالوا: إن كان سحرنا محمد فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فقال أبو جهل: اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي، فإذا أخبروا بانشقاقه فهو صحيح، وإلا فقد سحر محمد أعيننا. فجاءوا أهل البوادي فأخبروا بانشقاق القمر، فقال أبو جهل والمشركون: هذا سحر مستمر أي دائم. فأنزل الله تعالى في محكم كتابه: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فيما تغني النذر. انتهت القصة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أحد ندوات الدكتور زغلول النجار بإحدى جامعات بريطانيا، قال أن معجزة انشقاق القمر على يد الرسول تم إثباتها حديثا، ثم روى قصة أثبتت ذلك، وهي: قال أحد الإنجليز المهتمين بالإسلام اسمه داود موسى بتيكوك، حيث كان ينوي أن يبحث بإثبات انتشار الإسلام في الغرب بمعدلات كبيرة، وأثناء بحثه أهدى صديق ترجمة لمعاني القرآن بالإنجليزية، فإذا بصورة القمر، فقرأ: اقتربت الساعة وانشق القمر. فقال العالم: هل ينشق القمر؟ ثم انصد عن قراءة باقي المصحف ولم يفتحه ثانية. وفي يوم وهو جالس أمام التلفاز البريطاني ليشاهد برنامجا على البي بي سي، يحاور فيه المذيع 3 من العلماء الأمريكان، وكان يعتب عليهم أن أمريكا تنفق الملايين بل المليارات في مشاريع غزو الفضاء في الوقت الذي يتضاور فيه الملايين من الفقر. فظل العلماء يبررون ذلك بأن العلم أفاد كثير في جميع المجالات الزراعية والصناعية إلى آخره. ثم جاء ذكر أحد أكبر الرحلات تكلفة، فقد كانت على سطح القمر وكلفت حوالي 100 مليار دولار. فسألهم المذيع: لكي تضعون علم أمريكا على سطح القمر تنفقون هذه المبالغ؟ رد العلماء: إنهم كانوا يدرسون التركيب الداخلي لهذا القمر لكي يروا مدى تشابهه مع الأرض. ثم قال أحدهم: فوجئنا بأمر عجيب، وهو حزام من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه. فأعطينا هذه المعلومات إلى الجيولوجيين، فتعجبوا وقرروا إنه لا يمكن أن يحدث ذلك إلا أن يكون القمر قد انشق في يوم من الأيام ثم التحم، وأن تكون هذه الصخور المتحولة ناتجة من الاصطدام لحظة الالتحام. فيقفز العالم بتيكوك من على المقعد ويهتف: معجزة حدثت لمحمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة في قلب البادية، يسخر الله الأمريكان لكي ينفقوا عليها مليارات الدولارات حتى يثبتها للمسلمين. بالتأكيد هذا الدين هو دين الحق، وأسلم هذا العالم في الأخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به وتفعيل زر الجرس والاشتراك بالقناة.